تمام. ودلوقتي هشرح نفس السؤال بتاع الشيت اللي هو السؤال 5، اللي هو عشان ما فيش أمثلة غيره محلولة بالأرقام وبالإيرور. فدلوقتي هكتب بقى ايه على الآلة ازاي نجيب اي معادلات 3 في 3 او 4 في 4، ان شاء الله ما فيش 5 في 5، ازاي بطريقة جاكوبي وازاي بطريقة جاوس، وهنحسب كمان الإيرور كله مع بعض. فدلوقتي كتبنا زي ما قلنا في الاول، هنجيب الاكسات كلها في طرف زي ما بنعمل. الفرق بس ان انا عايزين نفهمكم اللي عشان الفرق بين الطريقتين. في طريقه جاكوبي اللي على الناحيه دي، كل الاكسات اللي على الناحيه دي بتبقى الاتريشن بتاعها كي زائد واحد، يعني دي ايه، دي قيم جديده، يعني دي قيم جديده هتطلع كل مره. طيب والناحيه التانيه، كل الاكسات اللي فيها بتبقى الاتريشن بتاعها كي، يعني ديت قيم الاولد اللي انا هبدا بيها اعوض فيها كلها كل مره، الاكس اللي هتطلع الجديده مش هعوض بيها، انا هعوض بالاكس القديمه اللي معايا اللي هي الانيشال فاليو. فده كده يعني ممكن نحفظها اسطمبه، ان اي كي زائد واحد اللي هي النيو، واي كي اللي هي الاولد. طب تمام، على الاله بقى هيبقى ايه؟ اي كي زائد واحد هنخليها اكس واي ام او اي، اللي هي بقى الارقام اللي هنا دي اكس واي ام، ولو في بقى 4 في 4 نزود كمان عليهم الاي. طيب اي اولد فاليو او اي تريشن كي في الجنرال، كده كده انا عشان احل السؤال هكتب للدكتور الجنرال ايكويشن عشان يعرف انا بعوض في ايه في الجدول اللي انا هكتبه ده. طيب قلنا اي اولد هيبقى ايه؟ هيبقى اي بي سي دي، يعني نعتبر دول الكبار ودول الصغيرين مثلا. فالناحيه دي هنا اكس وهنا واي وهنا ام، اللي هم اي تريشن كي دول النيو، فنعتبرهم اكس وواي ام واي. طب الناحيه الثانيه اي حاجه اي حاجه الايتريشن بتاعها كده نخليها سي او بي او اي او سي او بي او اي، يعني من الاخر الناحيه دي اي اكس اس اي اكس واحد هخليها اكس، ده في الناحيه اللي هي ايتريشن اس كي. طيب اي اكس اتنين هخليها واي، طيب اي اكس تلاتة هخليها ام، ولو في بقى اكس اربعة لو هما مثلا اربعة في اربعة خليها اي بقى. تمام. طب الناحية دي اللي هي الايتريشن بتاعتها كي اللي هي القيم القليلة، اي اكس في واحد هخليها ايه، اي اكس اتنين هخليها بي، اي اكس تلاتة هخليها سي، لو في بقى 4 في 4 تبقى اكس اس 4 خليها ايه، خليها دي. فخلاص كده بس هي الحتة ديت اللي هتفرق بس في الكتابة على الآلة بين الطريقتين. دلوقتي كده كتبت بقى على الآلة التلات معادلات اللي عندنا بتاعت الاكس والواي والام. هنيجي بقى للايرور، معادلات الايرور ايه اللي هيفرق عن الفيديو اللي فات. ان دلوقتي مثلا لو عندي 4 في 4 هعمل ايه؟ كده مش عارف استخدم الاله، يعني انا كده خدت الرموز كلها لو عملت معادلات الايرور زي ما كنت قايله في الفيديو اللي فات. طب دلوقتي انا كنت قايله كده في الفيديو اللي فات ان احنا هنحط الايرور في الدي والاف والاي. طب ما انا لو عندي 4 في 4 انا كده خدت الدي كرمز مع الاي بي سي، وخدت الاي مع الرموز الثانيه، فكده انا خدت 8 رموز من الاله اصلا، يعني خدت 8 رموز من الاله في المعادلات. فانا ما عنديش كده رموز ان انا احط فيها الايرور، فهنعمل الطريقه احسن يعني ان استخدمها في 3 و3 واستخدمها في 4 و4 والرموز كلها تكفي عشان اعرف اجيب الايرور مع بعض. هو الفكره ان انا مش هكتب ولا دي ولا اف ولا اي على الاله، ولا احط يساوي ولا اي حاجه، يعني انا احط النقطتين كده واحط اكس ناقص اي على اكس بس، والناحيه الثانيه طبعا هضرب في 100 الاول، واحط نقطتين، بعد كده احط واي ناقص بي على واي، وبعدين اضرب في 100 برضو، وبعدين اعمل النقطتين على الاله، اعملها ام ناقص سي على ام واضرب في 100، وهحط نقطتين كمان. ولو في بقى معادله رابعه فخلاص كده انا خدت 8 رموز، فهخليها بقى اللي هي اي ناقص دي على اي واضرب في 100. طب ما خلاص انا كده يعني كده عملت المعادلات المعادلات بتاعت الاكسات وعملت معادلات الايرور. طبعا قلنا في الاخر علشان اوفر على نفسي الكتابه في الاله، اكتب ان الاي بتساوي الاكس واعمل نقطتين، اكتب ان البي بتساوي الواي، اكتب ان السي بتساوي الام، ولو في معادله رابعه اكتب ان الدي بتساوي الاي بقى. دول كده مش هضطر اقعد اعمل ادخل ارقام كل مره في الاله، وده يوفر عليا. دلوقتي بقى هكتب معادلات الايرور زي ما قلت. يعني كمان في حاجه، لو حد مثلا معاه الاله الاقدم اللي هي 571 ممكن يقف معاه وما يكملش. طب ما هو ممكن يعمل برضو في الايرور ايه، ممكن ما يحطش الابسوليوت ده وما يحطش في 100%، لان دول برضو بياخدوا مكان، هي الاله ما بتاخدش اماكن كتير زي الاله الجديده دي. طب ماشي، هو لو حط بالابسوليوت
ممكن الايرور يطلع معاه في السالب، هو يكون عارف ان الايرور ممكن يطلع سالب عادي ومش هيضرب في 100، فهو الرقم مثلا لما يطلع له على الاله يضربه، هو يحرك العلامه على شويه خطوتين فكده يوفر مثلا ويعرف يكتب باقي المعادلات، عشان في ناس قالت لي ان دي مشكله معاه. فدلوقتي بقى هكتب معادلات الايرور على الاله برضو، بس مش هكتبها بقى بيساوي، يعني هحط ابسولوت على طول، بقول مثلا ايه اكس ناقص اي على اكس واضرب في 100، وهكذا برضو في باقي المعادلات هكتبهم كلهم نفس النظام. تمام كده كتبت الثلاث معادلات بتوع الايرور، وكمان اللي هنزود عليه ان هعمل ثلاث معادلات قلنا في الاخر، اللي هي الاي بتساوي الاكس والبي بتساوي الواي والسي بتساوي الام. ديت ليه؟ علشان بدل ما اقعد ادخل ارقام انا كل مره على الاله، الاله تاخدها على طول لوحدها، يعني ده انا كده بوفر على نفسي وبوفر سرعه. هقول له ان الاي ايكوال الاكس وعلامة نقطتين، بعدين اقول له البي بتساوي الواي وعلامة نقطتين، بعدين اقول ان السي بتساوي الام، سي بتساوي الام. خلاص بقى كده انا حرفيا مش هعمل اي حاجة بايدي، يعني الجدول هجيب الجدول عشان نتأكد من الارقام، اهو الجدول قدامي، حرفيا انا مش هعمل اي حاجة غير كله على الآلة. تمام هدوس بقى كالك، هيقول لي سي ادخل الانيشال 0 والبي 0 والاي 0. تمام قال لي اول قيمه اهي بواحد. تمام اول حاجه 4 على 7 اول قيمه اهي، تمام برضو. تاني حاجه السي القصد يعني الام اللي هي ديت، تمام برضو اهي. الايرورات 100 100 100 تمام. هو بعد كده بقى الثلاث معادلات اللي انا بقولهم علشان انا ما اقعدش ادخل بقى القيم السابقه ديت كل مره، يعني مش قاعد اكتبها على الاله، لا هو هيقول لي احط الايه احطها بالاكس اللي فاتت، اقول له اه، وهكذا في البي وهكذا في السي. خلاص تمام يقول لي لما يجي يسالني بقى، ما انا مش هكتب تاني، خلاص اقول له اه السي كذا وكمل حساب. هيحسب ادي كده الاكس الثانيه اهو، ادي الاكس الثانيه دي الثانيه بقى، وبعدين يساوي دي الاكس الثالثه، وادي الايرورات ادي اول واحد 8 اهو، وبعدين 74 47 وبعدين 27. تمام هكذا ادوس يساوي يساوي يساوي. خلاص انا كده مش هعمل حاجه غير ان افضل ادوس يساوي. ادي الاكس رقم الصف الثالث لما اتريشن يبقى 3، وادي دي كمان تمام، وادي دي كمان، وادي الايرور، وادي الايرور، وادي حرفيا مش هفضل اعمل اي حاجة في الاخر غير افضل ادوس يساوي ادوس يساوي ادوس يساوي لحد اهو اخر اتريشن رقم 5. ادي الارقام وادي ده الرقم وادي ده كمان، ادي ده الرقم، هشوف بقى الايرور. خلاص الايرور اقل من 3%، الايرور اقل من 3%، الايرور اقل من 3%، خلاص انا كده وقفت. طبعا اللي مطلوب مني ان انا اكتب الجدول ده في الورق، ومطلوب ان انا اكتب المعادلات الجنرال اللي احنا قلنا عليها اللي هي هنا اللي مكتوب فيها الايتريشن ده، بس المطلوب. فالباقي كله اعمله في الاله ده كده، خلاص تمام مفيش اي مشكله فيه. طبعا قلنا النظام ده هينفع ل 3 في 3 وفي 4 في 4، هزود المعادلات مش اكتر. يعني دلوقتي بقى مشكله الناس اللي معاها مثلا 991 او 570، المشكلة ان الآلة مش زي الآلة الحديثة، يعني مش بتاخد باقي المعادلات. فانا حتى بص يعني كتبت حتى الايرور من غير الضرب في 100، وكتبتها من غير الابسوليوت، ومش وحرفيا برضك مش عايز يكمل، جاي على الام بس ومش عايز يكمل. فايه الحل بقى؟ يعني الحل للمشكلة دي ان انا اصلا مش هكتب اخر 3 معادلات، امال هعمل ايه؟ خلاص هشيلهم كلهم خالص، وبعدين هدوس كالك عادي. تمام هيجي يقول لي بقى السي بزيرو، لا انا مش هقول السي بزيرو، انا هحطها اكس وواي وام، يعني بدل المعادلات انا هكتبها. اقول له مثلا هنا لا حط لي، هو دلوقتي بقى انا هحط هعمل ايه بدل طالما انا شلت ثلاث المعادلات؟ هيجي يسالني هيقول لي السي بكام؟ بدل ما انا كتبت المعادلات دول، يعني بدل ما انا هكتبهم، لا انا مش هكتبهم له في المعادلات، انا هكتبهم له لما يجي يطلبهم. يعني هيقول لي مثلا السي بكام؟ هقول له حطها لي بالام من اولها كده. هيقول لي البي بكام؟ هقول له حطها لي بالواي. هيقول لي الاي بكام؟ هقول له حطها لي بالاكس. وهيبدا بقى يجيب لي الواي والاكس والام والايرور، وادي الايرور التلاته، كل ده تمام. فهي الفكره ان انا كل مره بقى احط له السي بس خلي بالكوا يعني ما تحطش الاكس في السي ده غلط، لا حط ابدا بالام، اقول له الام، بعدين اقول له الواي،
وبعدين قول له الاكس. تمام كده. طبعا هي ارقام هنا انا عملت كذا مره حسابات فممكن تطلع غلط، يعني انا بوريك بس الفهم الطريقه مش اكتر. فدي مشكله الاله الاقل. طيب هل في 4 في 4 هتنفع ولا لا؟ هنشوف. دلوقتي انا كتبت كده اي 4 معادلات يعني عشان بس نشوف هل الاله هتستحمل ندخلهم ولا لا. طبعا ان انا كتبت 4 معادلات يعني انا كده عايز 4 رموز هنا وعايز 4 رموز هنا اللي هم A و B و C و D. فطبعا الاله هم 9 رموز بس، فانا كده استخدمت 8. فسواء اي اله من الاثنين انا مش هكتب الايرور بإف بتساوي كذا ولا الكلام ده، خلاص يعني ننساه. فانا دلوقتي هنشوف الاله اللي هي الجديده هتستحمل ان انا اكتب الاربع معادلات وكمان 4 معادلات ايرور والاربعه التانيين اللي في الاخر ولا لا. فهنشوف على الاله. وبصراحة انا اتفاجئت ان الآلة اصلا استحملت ان انا كتبت حرفيا 12 معادلة. يعني انا كتبت اللي هم في الاخر اللي هم بيساووا دول كمان، وكمان انا كتبت الايرور حطيتهم في مقياس وكمان ضربتهم في 100، يعني في كل واحدة في الايرور عملت كده واستحملت يعني ال4 ايرور هم الآلة جابتهم. وكمان كتبت ال4 معادلات الايرور. طبعا المعادلات لما تبقى 4 في 4 المجاهيل هتزيد A و B و C في كل واحدة، فاللي هو لا استحملت ال4 معادلات وال4 ايرور واستحملت الاخرانيين كمان. فكده تمام الاله البيضة ديت اللي هي بالعربي تنفع في كل الحالات، تنفع تكتب اللي انت عايزه. بس هي الفكره ان زي ما انا قلت ال4 في 4 ما ينفعش نكتب ان الايرور اف تساوي كذا لان الرموز خلصانه، فانا مش هحط اف تساوي كذا، هحط على طول للمقياس واحط اكس ناقص ايه على اكس واضرب في 100. فتمام كده مفيش اي مشكله عندي في الجاكوبي على الاله دي. بس كل اللي انا لازم افهمه ان ليه ال كي وهنا كي زائد واحد، الكي زائد واحد هخليهم اكس واي ام اي، الكي بس اي بي سي دي. انا كده كده هكتب ديت وانا بحل، فخلاص يعني انا بس اعرف الحتتين دول عشان اعرف انا هكتبهم ازاي على الاله، واروح كاتبهم على جنب كده واملى الجدول خلاص مفيش اي مشكله. مش عارف حاجه ان انا ادوش يساوي يساوي يساوي. تمام. بالنسبه بقى للاله دي هنجرب هل هتنفع في 4 4 ولا مش هتنفع، بس انا متهيألي انها مش هتنفع فهنجرب برضو. هو للاسف كتبت ال4 معادلات وكتبت اول ايرور، حتى علامة الكسر مش راضية تكتبها، تكتب واي حتى مش عارف اكتب مثلا واي ناقص بي وبعدين اقول على واي، المعادلة مش مظبوطة. جيت احط كوس طيب علشان الطرح يتعمل الاول، حطيت كوس ومحطيتش التاني، فاللي هو حاولت بكل الطرق بس للأسف هي مش تكتب غير دول. فلو حد معاه الآلة دي مش تنفع معاه في 4 في 4 لأن هي مش هتكمل باقي الايرور. فانت كده كده هتروح، بس انت ممكن يعني تجيب ايرور واحد بس مش اكتر، فمش هتستفاد حاجة. انت ممكن تعرف الاولاني ده بيقل اقل من 3% ولا مش اقل، بس لا مش تعرف. لازم تروح تعمله بايدك انك تعمله على الآلة ايرور اللي فات اللي معايا ناقص القيمة اللي فاتت على اللي فاتت. فالآلة دي مش نافعة في الاربعة في اربعة للأسف. تمام. دلوقتي هنتكلم بقى على طريقة جاوس، بس لازم نفهم برضو في الجنرال ايكويشن علشان نعرف اعوض ازاي في المعادلات في الآلة اقصد. دلوقتي احنا عارفين ان جاوس اللي على جنب دول طبعا كلهم بيبقوا نيو، فاول مرة بس بيبقوا انيشال، بعد كده لما الاكس الواحد دي بعوض بيها قيمة جديدة، بعد كده في الاخر بعوض بيهم قيم جديدة. يعني انا دلوقتي ما عنديش قيم انيشال غير الكي دي، 3 كيهات دول بس هم دول الارقام. فانا زي ما قلت في الطريقه الاولانيه ان اي كي زائد واحد اللي هي نيو فاليو يعني بعتبرها ايه، بعتبرها اكس واي ام، ولو قلنا 4 نحطها باي. طيب قلنا كي اللي هي الاولد فاليو بنعمل فيها ايه، بعتبرها ايه بي سي دي لو هم دول 4 في 4. طب تمام يبقى انا هكتبها على الاله ازاي. اول حاجه قلنا دول بعتبرهم اول حاجه دي اكس، تمام زي ما احنا نعمل هنقول 8 ديت بقى سي لانها قلت ناقص بي على 8. طيب المعادله الثانيه اكتبها ازاي، قلنا كده كده الطرف ده كله اكس واي زد، تمام هكتبها هنا تبقى سالب 4 دي بقى كده نيو فاليو، فانا هحطها بقى اكس، مش هحطها اكس لانها قيمه جديده. طيب ديت قلت لا انا هحطها اي بي سي برضه، يبقى ديت ناقص سي ناقص 2 سي على كام، على 7. طيب بالنسبه للثالثه الام بقى، الام الاثنين فيها نيو فهستعمل بقى الاكس والواي، يبقى 2 ناقص 2 اكس على قصدي ناقص الواي تمام على 9. طبعا لو 4 هنشتغل بقى نفس النظام برضو،
بس هي الفكره ان انا مش زي جاكوبي احط اي بي سي في كله، لا في هنا اكس وفي هنا اكس وفي هنا واي، لان دول قيم جديده لازم ابقى فاهمه الكونسبت بتاع الطريقه ذات نفسه يعني. فتمام مفيش اي مشكله، هنعمل نفس الحوار على الاله، هندخل المعادلات دي والايرور بنفس الطريقه والمعادلات الاخرانيه بنفس الطريقه. تمام دلوقتي كتبت المعادلات زي ما قلنا، وكتبت الثلاثه الاخرانيين زي ما قلنا، وكتبنا برضو الايرور زي ما هما نفس الطريقه السابقه. الفرق بس في حوار الاي بي سي وامتى احطهم اي بي سي وامتى احطهم اكس واي وزد. فخلاص ادوس كالك عادي، هيقول لي سي، هحط بقى الانيشال 0 0 0 تمام، هيطلع لي بقى الجدول على طول. تمام كده ادي اكس، اول قلنا اول قيمه قلنا هنا، ادي بقى اول قيمه الاكس بواحد، طبعا اهي بواحد. تمام تاني قيمه ادي الاكس 2 ب 7 من 10 تمام، 1.3 من 100 تمام، او الايرور 100 اه بيقول لي في ايرور هنا، الايرور ان انا قسمت على بي، طبعا ده غلط لازم اقسم على الواي، فكويس ان هو بيقول اصلا. تمام هنرجع كل حاجه زي ما كانت، كل ارقام 100 100 100 تمام. بيقول لي احط الاي في الاكس، اقول له اه يساوي تمام يساوي تمام. بيقول لي تاني قيمه اهي 1.14 من 100 تمام، تاني قيمه 0.9895 تمام، اول ايرور 3.8 صح، تاني ايرور 29 تمام، 4 تمام. بيقول لي يساوي تمام. تالت قيمة اهي 9968 وبعدين 9965 تمام، 101 تمام، ايرور 4، ايرور 1.8، ايرور 1.15 تمام. خلاص بقى اكمل يساوي للاخر، هو ده احلى حاجة في الآخر. تمام كده خلاص خلصت، مش هكمل تاني كل ايرورات اقل من 1%، فما عنديش اي مشكلة في الطريقة دي. برضو فكرة ان الالة دي دفع في 3 في 3 ونفع في 4 في 4، تقدر تحط الايكويشن من غير ما توقف، لكن للأسف طبعا الالة دي برضو هتنفع في طريقة جاوس 3 في 3 لكن مش هتنفع 4 في 4، فمش عارف ايه المشكلة الصراحة، حاجة مش بيدي. ف للأسف ممكن تاخد آلتين بقى، اللي هو آلة تعمل بيها الإكسات والإيرور تحسبها على إيدك بآلة تانية، بس إن شاء الله يعني الدكتور مش هيجيب أكتر من 4 في 4، فدي تنفع في 3 في 3 يعني. تمام كده.